لا هنتعامل معاها النهارده. فايل نيو بروجكت كنترولز ريستي نيكست نيكست. لا هدي، لا هعملها فلوتنج عشان ده اللي هيداس عليه يجيب تفاصيل الكورس. هنكتب هنا ثواني بس يحمل. الشاشة بتاعتنا هنحل المثال بتاع الاساينمنت وهنزود عليه بقى الجزء بتاع النهارده اللي احنا كنا ناويين ناخده. لو نفتكر الشاشة كانت كده، وكان عندنا هنا ايا كان التايتل ايه، وبعد كده هنا كان الـ student name، بعد كده كان number of degree أو number of subject، وبعد الـ number of subject كان زرار تمام اوكي أو whatever. أول ما أضغط عليه هيظهر لي layout. الـ layout دي فيها تكستين، اسم المادة ودرجة المادة، اسم المادة ودرجة المادة. عايز اطلع بقى انا هنا التوتال، البرسنتج، الجريد تمام، الماكسيمم والمينيمم. بعد كده الزرار اللي في الجنب ده عايز يدوس عليه، اول ما يدوس عليه هيطلع لي لسته كده، شاشه تانيه فيها متقسمه باسم كل ماده والدرجه اللي انت جبتها، ولو عايز تقدير كل ماده كمان نحطها يعني الجريد ده التقدير العام، ده الجريد خالص اللي هو الجي بي اي بيسموه. اما احنا بقى لو عايزين التقدير بتاع كل ماده، انت بتسجل كل درجه المواد؟ لا انا عايز كل ماده لوحدها. هنعملها ان شاء الله. عندنا العناصر دي بسرعة نبنيها اهو. فلوتنج، لا فلوتنج اكشن بوينت اللي هي فيها الفلوتنج اللي هي الامبتي اه، ولا البيزك؟ لا البيزك، تمام. هنيجي هنا ادي بلان تكست ماتش بيرنت، ادي نمبر برضو ماتش بيرنت ده كده. هنكتب جواه ستودنت نيم، ده number of subject، بعد كده الزرار هنكتب عليه كلمة اوكي. هننزل text view، واحد للديجري للتوتال، واحد للبرسنتج، واحد للجريد، واحد للماكس، واحد للمين تمام. هنسميهم تي اكس تي اس نيم، تي اكس تي نمبر، بي تي ان شو،
او اوكي وات ايفر تي اكس تي توتال بالمرة عشان نبقى شايفينها. تي اكس تي بيرسنتج تي اكس تي جريد بعد كده التي اكس تي ماكس والتي اكس تي من بعد كده عندنا ممكن نعلم على دول كده ونعمل view all properties size تمام سيف. لما يدوس على دي هو هيقعد يدخل المواد صح ولا غلط؟ هيدخل اسم المادة ودرجة ايه المادة. قلنا عايزين لما يدخلها يدخلها في شكل زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت. هيدخل كم مادة؟ عدد المواد. لو هدخل خمسة يدخل 5 مواد، لو دخل 10 يدخل 10 مواد، فبالتالي محتاج 10 تكستات يدخل فيهم درجة الطالب. فقلنا مفيش مكان للإيه؟ للتكستات. فبنعمل حاجة اسمها إيه؟ لاي أوت. فبنعمل حاجة اسمها لاي أوت، بنعملها أهو كليك يمين على لاي أوت نيو لاي أوت ريسورس، أسميها انبوت دايلوج أو زي ما تسميها مش فارق معايا. اول حاجه هيتعمل هتحول لها ايه ريلاتيف. ريلاتيف دي بسبب ان هي ايه عشان لما اجي اكتب لما اجي اظبط شكل الشاشه اقدر ايه اتحكم فيها براحتي تبقى مرنه معاك. هنا عندي هحط صوره، طبعا انا ما اعتقدش ادي الصوره دي، كليك يمين كوبي في الدرو ايبل كليك يمين بيست اسميها جراد يو 8. ابقى اروح منزل ايمج فيو اختار جراد يو 100 في 100، هنزل ممكن اجي هنا اللي اوت ميرجن 8، اجي بعد كده هنا الاسم المادة في عندي خاصية هنا اسمها بادنج. بادنج دي لو انت بص حضرتك هنا 5 او 10 ايه اللي حصل؟ النص اللي جوه التكست هو اللي بيتأثر مش التكست ذات نفسه. اللي اوت ميرجن دي التكست نفسه البوزيشن بتاعه بيتحرك يمين شمال، اما اللي جوه التكست هو اللي بيتحرك اهي، يسيب من على الشمال 10 ومن فوق 10 ومن تحت 10، هي دي البيدنج. بص كده خدت بالك؟ من فوق 50 من تحت 50 من يمين 50، هي دي بدايه كل تكست اهي. فطبعا 10 هنحط هنا الديجري نمبر بس طبعا عشان هي ارقام صحيحة، واروح جاي هنا برضو لاي اوت ممكن اقول 10 يبقى بداية الكلام 10، واجي هنا اقول في الهند سبجكت نيم، وهنا ديجري اجي هنا اروح قايل تي اكس تي سبجكت يس تي اكس تي ديجري اسيف. نيجي لما يدوس على دي بقى كل المواد اللي هتدخل بدرجاتها تظهر في لسته، بس في اكتيفيتي تانية عايز اعمل اكتيفيتي جديده اقف على ايه كليك يمين نيو اكتيفيتي جاليري
اعمل اكتيفيتي جديده على نفس الابليكيشن اهو، اختار المره دي. ده انت كده عندك انت الابليكيشن الواحد اخترت مره دي ومره، مفيش مشكله. لا بعد كده لما نيجي نعمل بروجكت هتلاقي بنختار في الابلكيشن واحد كل الاكتيفيتي دي، ممكن الاكتيفيتي الواحد يكون مختلف مع اكتر ايه من نوع. نيكست اسميه مين ليست، فينيش. ايه ما انا نزلت دي اول واحده نزلتها. ايه مالها؟ اه ايه هو راح بس يحمل بس. ما هو هو هنج هو هنج ايه نزلت ازاي من ايه هو اللي بس جهازي يشتغل. ماله واقف ليه كده؟ خير، ايه اللي وقفه ده؟ ده سود ليه كده؟ عندي انا سود. مش عايز الغي بينه وبينه. لا خالص اول مره تحصل. تمام، نيجي بقى هنا نشوف اللاي اوت بتاعتنا. ادي المين ليست اهي، نجيب الديزاين بتاعها. مستر اتم بيقول ادي الكونتنت مين نزلت ليها تو فايل، تو فايل ديزاينر. اما دي بتنزل بتو فايل، بفايل بيتعامل مع الاكتيفيتي نفسها وفايل بيتعامل مع الفلوتنج اكشن دي. يعني بص حضرتك هنا ما تقدرش تقف على دي، واخد بالك؟ تقدر تقف على العناصر دي، فاهمني؟ تقدر تسلكت عليها وتعمل فيها اللي انت عايزه. اما هنا الاكتيفيتي مين هي مخصصه لدي، فلوتنج اكشن دي تقدر تقف عليها وتغير شكلها زي ما غيرنا شكلها قبل كده وحطينا صوره. خلاص نيجي هنا المين ليست اهي، بننزل اداه اسمها ليست فيو. ليست فيو اول ما نزلت سميها ال اس تي سبجكتس. طبعا مكتوب ال اس تي سبجكت، طبعا كتب فيها ايتم 1 ايتم كده يعني عناصر. خلاص الليست فيو ديت عندك طريقتين للتعامل معاها. النهارده هناخد اول طريقه، تمام؟ وهي كانت بروجكت من الطرق. عندك الطريقه العاديه خالص اللي بنشوفها كده تحت بعض وخلاص، بيانات تحت بعض، بيانات تحت بعض. طب ايه الفرق بقى؟ كل الليست بيانات تحت بعض. قال لك لا هتفهمها اكتر لما اوريك الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه اول واحده هنا في صوره وهنا في كلام، بتصنف الرو بتاع الليست بتبنيه على مزاجك وبتهيئ شكله على مزاجك. الشكل العادي اسمه هايت سيمبل ايتم 1،
اسمه كده سيمبل ايتم 1، ليست سيمبل ايتم 1. الشكل الطبيعي اللي هو يحط داتا، داتا مكونه من كام ايتم؟ ايتم واحد بس، ايمن، محمد، محمود، عمر، يبقى الايتم واحد هو النيم. طب هتقولي لو كتبت ايمن والوظيفه مثلا انستراكتور، ما انت اتنين اهو بس بالنسبه له حاجه واحده. بالنسبه له طب هنا لا، ده بالنسبه له 3 ايتم، ايتم ايمج وايتم تاني وايتم تالت. دي انت اللي بتهيئها على مزاجك، وده الشكل اللي احنا بنلاقيه دايما، ده الشكل اللي احنا بنشوفه في الابلكيشنز دايما. خلاص قليل لما نلاقي الشكل كده. هنبدا بالشكل الاول، الشكل الطبيعي ان كل ايتم، كل رو بيعبر عن 1 ايتم، كل رو بيعبر عن ايتم واحد بس. طب انت هنا الرو الواحد عايز تحط فيه كذا حاجه، زي مثلا في او ال اكس تلاقي هنا صوره الحاجه اللي بتتباع، تلاقي اسمها، تلاقي سعرها، صح ولا غلط؟ ثلاث حاجات وكل حاجه معبره عن حاجه ثانيه خالص. خلاص ازاي نخلي الرو كده؟ انت بتعمل حاجه اسمها كاستوم ادابتر، كاستمايزيشن، كيميكال كاستمايزيشن. لما تتنطق قدامك تعرف ان حاجه تشكيله على مزاجك، هي دي الكاستمايزيشن. يقول لك اما اعمل كاستمايزيشن للاوضه يبقى انا بشكل الاوضه على نفسي، اما اعمل كاستمايزيشن للليسته يبقى انا بهيئ الليسته تناسب شكل اللي يعجبني او يناسب شغلي، مش يعجبني طبعا، يناسب شغلي. الشكل ده متعرف عليه دايما كده، خلاص ده بنعمل حاجه اسمها كاستوم ادابتر. اما الشكل ده ليست سيمبل ايتم 1، وده اللي هنتعامل معاه في الاول. طيب الليسته نزلت اهي زي ما انت شايف. طبعا خلص الاول برمجه الكود ده وبعد، اتفضل خلص الاول برمجه الكود ده وبعد كده تعالى مين للليست. هنا لما يدوس اوكي هيحصل ايه؟ هيفتح اللي اوت كم مره؟ حسب عدد مرات التكرار، صح ولا غلط؟ اللي هي النمبر اوف سبجكت. هيتعامل مع كام اداه؟ واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، كام؟ سبعه. هروح جاي كده ادي التكست تي اكس تي نمبر، بتون بي تي ان شو، تكست فيو تي اكس تي توتال، تي اكس تي برسنتج، تي اكس تي جريد، تي اكس تي ماكس، تي اكس تي من. اعمل له كاستمايزيشن او انشاليزيشن. تي اكس تي نمبر ايكوال ايديت تكست فايند فيو باي اي دي ار دوت اي دي دوت تي اكس تي نمبر، كنت مسميه نمبر، بي تي ان شو ايكوال بتون فايند فيو باي اي دي ار دوت اي دي دوت بي تي ان شو. بعد كده تي اكس تي توتال ايكوال تكست فيو فايند فيو باي اي دي ار دوت اي دي دوت تي اكس تي توتال، تي اكس تي جريد ايكوال تكست فيو فايند فيو باي اي دي ار دوت اي دي دوت تي اكس تي جريد. طبعا ده الكلام اللي ايه؟ التعامل مع مين؟ كل ده مفهوم؟ فاكرين بقى اول مره خدتوه؟ كان حاجه صعبه. كان هي محتاجه كده، هي دايما كده، كل مره بتتعود واعمل واشتغل، اما هتقعد تتفرج لا، عمرها ما فرج، لا اتعود واغلط وانسى كواس وحطها، وانسى حاجه وحطها، هتلاقي نفسك بتتعلم كده. انا كنت دايما بعمل ايه؟ الايرور اللي يطلع اروح كاتبه في ورقه، واروح كاتب الصح بتاعه اجابته، بس عشان لو حصل معايا دايما معايا كشكول، هتلاقي عندي كشكول كده مليان اخطاء، اخطاء جافا، اخطاء سي شارب، اخطاء سي بلس بلس. الايرور اللي يطلع عشان مش قاعد احفظ، اللي يطلع اروح حاطه على جنب كده، وبعد كده لما اصلحه اقول ده اتصلح بسبب ان كان كذا 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 كذا. تمام؟ طيب بعد كده تي اكس تي ماكس ايكوال تكست فيو فايند فيو باي اي دي ار دوت اي دي دوت تي اكس تي ماكس تي اكس تي من ايكوال تكست فيو فايند فيو باي اي دي ار دوت اي دي دوت تي اكس تي مني. سيف
اتعاملنا مع التكستات. تعالى بقى نبدا، عايزين نبرمج الزرار. تي اكس تي برسنتج تكست فيو، دي كانت تطلع ايرور دي على فكره. الحركه دي تطلع انفورشناليتي ستوب، الايرور ده انفورشناليتي ستوب. الايرور ده مش بالضروره، مش دايما لازم يعني، في اخطاء بتظهر زي ما قلت لكم اثناء الران تايم، اثناء الران ممكن ما يكونش الايرور قدامك كله صح. يعني دلوقتي ايرور مبرمجه، ده كده اثناء التصميم وانت لسه بتشغال، اما في ايرور اخطاء يظهر اثناء الران تايم، ما بتظهرش غير وانت بتعمل تيست وتجرب. بعد كده btn dot set on click new view new view. اول حاجه لازم اقرا رقم او عدد المواد اللي اتكتبت. عدد المواد حروف ولا ارقام يا عمر؟ ارقام. يبقى int تمام n o يساوي txt number dot get text dot to string. ايه الغلط يا نورهان؟ لا معرفين. نعمل عملية ايه؟ لازم انتجر دوت بارس انت. عايزين نعمل لوب. عندنا كم طريقة لللوب؟ ثلاثة. اول حاجة فور، عملناها المرة اللي فاتت بفور، نعملها المرة دي بهواي. خلاص اروح قايل اي ان تي زد ايكوال زيرو واحد. اعرف متغير الاول هوايل زد اقل من او يساوي كام؟ عدد المواد اللي هي ان او. وبعد كده زد بلس بلس، وابدا اكتب الكود هنا. دي طريقه الهواي، ده اللوب بتاع الهواي. الكود بتاعي انه يفتح اللاي اوت، صح ولا غلط؟ كود فتح اللاي اوت الثلاث اربع سطور بتوعنا. كنا بنعرف حاجه اسمها لاي اوت انفليتر، بعد كده هنسميها لاي اوت ايكوال كانت ايه؟ بعد كده من اكتيفيتي دوت سيس، صح باين؟ لا في حاجه غلط، عشان الواحد مش حافظها. هما ادي كورس 11 كان في باين المره اللي فاتت كان سوبر ماركت لوب. بص بقى، عايز تجيب الكود سوبر ماركت لوب اب اس ار سي مين ريسورس ملفات الديزاين جافا ملفات البرمجه مانيفست ملفات المانيفست. خلاص عايز اجيب ريسورس، ريسورس لاي اوت اهي. عايز كليك يمين اديت تفتحها على النوت بدل تكستات اهي تمام. عايز افتح ملفات الجافا، جافا يات ماي اس كيولايت كوم سوبر ماركت لوب، كليك يمين اديت اهي. الكود فين؟ ادي الكود بتاع اللاي اوت، ادي اول واحد، ادي اول حاجه اعرف متغير يبص على اللاي اوت اهي ناس فروم فروم. بعد كده قلت اللاي اوت دي عايز اقولها بتتعامل مع الانبوت ايه، وبعد ما تتعامل مع الانبوت دايركت تظهر او تتمتع بصفات الاليرت دايركت. الاليرت دايركت ما بيشيلش لاي اوت، برافو، بيشيل فيو تمام اهو. اروح كاتب هنا ما شاء الله عليك يا عمر، بصراحه والله بجد لما اول مره قعدت معاك، اول مره قابلتك قلت انت قلت لي تجاره. امال مين اللي كان تجاره؟ ده عبد الرحمن. انت حاسبات؟ يا عم ما شاء الله، عشان كده حاسبات. ايه بقى؟ طب كويس، بس احسن من المجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه عايز اتكلم معاها بصراحه كذا مره، بصراحه اقول لهم الوضع بتاعكم كده، هو الفيديو شغال اهو، هم يسمعوه لازم يظبطوا نفسهم، ده ما عندهم مشروع تخرج. انت بصراحه كام يا عمر؟ خلصت؟ خلاص؟ فيو هسميه فيو يساوي. طب ايه الفرق بين فيديو فيو دي؟ فيو الاولانيه الطيب، فيو الثانيه النيم، بس الاولانيه كابيتال الثانيه اس سمول، واخد بالك؟ ما انت قبل كده بتقول ايه؟ ما تسميش اسمي نفس الاسم اللي هي الكلمات المحجوزه اللي سيرفد وورل. قال لك بس دي مش كلمه محجوزه، ما هي فيو سمول. خلاص؟ بعد كده اروح قايل عايز تعمل مع ايه الدايركت؟ بكتب لي دوت انفليت ار دوت اي دي دوت انبوت ايه دايلوج دوت اوكي دوت كوما نمبر. عايز اعمل اليرت دايلوج، اروح معرف اليرت دايلوج دوت اسميه اليرت دايلوج اي ال يساوي نيو
alert دايرك. بعد كده this. عايز ال alert دايرك طب اكتب main activity dot this. هو مش قابل بكلمة this، عايز دي this دي تقصد بقى ممكن يكون عايز this لو كتبت جواه action هيفكرها الام كليك بتاع الشو جوه البلوك دي. عايز اقول ايه ال al ديت هتاخد بيانات مين؟ الانبوت دايلوج، والانبوت دايلوج جوه مين؟ اروح قايل ال al dot set ايه؟ set view، واروح قايل ال view. عايز احط فيها زرار al dot set on click ولا ايه؟ بوزيتيف button next subject او اوكي مش فارقه كوما. هل هيتبرمج؟ اه اول ما ادوس عليه يحسب الاجمالي كل مره. يبقى مش نال، ما اكتبش نال، اعمل له اكشن. الانبوت دايلوج المره دي الاليرت دايلوج يتعمل له اكشن. اروح قايل اهو نيو اون كليك ليسنر اهو سيمي كولوم هنا. الكوز ده بقى يا مستر اتم كان عندك ممسوح. الكوز ده اهو اللي هو بادئ بده، وكان عندك كوز تاني اللي هو ده ده اهو. وخلي بالك لما بتنزل دي ما بيعملش السيمي كولوم دي، فانت تعملها لما بتنزل وتعمل نيو. بص اهو اهو بص كده اون كليك ليسنر، واخد بالك؟ شوف ميت دي ايرور فين؟ ده انت اللي عامل الكود، ده انا ما كتبتش حاجه، ده منك انت. قال لك ما هو ما كتبش السيمي كولوم هنا، تمام؟ خد بالك من الحته دي. طيب تعالى بقى، اول حاجه عايزين نحسب الاجمالي، صح ولا غلط؟ الاجمالي هيجمع ايه؟ هيجمع الدرجات، والدرجات بتدخل في الاكتيفيتي ولا في الانبوت دايلوج اللي هو تحت مسمى ايه؟ يبقى عرف متغير، يبص على الديجري جوه الاليرت دايلوج هنا. قال لك يتعرف فاينل، فاينل اللي هو حاجه ايه؟ ايه دي التكس ما تتعدلش. تي اكس تي دي يساوي ايه دي التكست فايند فيو باي اي دي ار دوت اي دي دوت تي اكس تي ديجري. كده انا معايا مين؟ الدرجه. عايز اقراها، الدرجه حروف ولا ارقام؟ يبقى دبل ديجري، خدها من تي اكس تي دوت جيت دوت تو سترينج. فاهم يا نورهان ولا ايه المشكله؟ انا هنا عايز عرفت متغير مع دي، تمام؟ عايز اقرا القيمه اللي هنا اسمها تيكست ديجري، نوعها ايديت تكست، رحت عرفت متغير نوعه ايديت تكست اهو. فايند في باي دي قلت له تكست ديجري، عايز اقراه قريته في دبل. قال لي هنا الغلط محتاج عمليه كونفيرت دبل دوت بارس دبل، عشان هو دبل. عايز اطلع المجموع، المجموع حروف ولا ارقام؟ صحيحه ولا كسر؟ يبقى دبل توتال بلس زي ايكوال زيرو. اول مجموع صفر، واول درجه دخلت 90، يبقى اول مجموع 90. ثاني درجه دخلت 80، 170. كل مره بيجمع المجموع القديم زائد المجموع الجديد اهي توتال. توتال بلس يساوي ديجري، هي قلناها المجموع الجديد يساوي المجموع القديم بلس ديجري، هي دي اوضح، بس اوضح بس برضو عشان تبقى عارف. ما نضمنش الترينر اللي جاي عندنا، المدرب اللي جاي عندنا هيبني سيستم فروم سكراتش ولا هيروح على سيستم موجود يعدل فيه، فعشان كده بندي كل الطرق، فاهمني؟ انا ما اضمنش ان نورهان لما تتخرج من الكورس هل هتعمل سيستم الاول، ولا ممكن يجي المدير بتاع الشركه يقول لها تعالي زميلتك مشيت وساب لنا السيستم ده، خش عدلي فيه، مش هتعرف شغاله باي طريقه. فعشان كده بنحاول نديك كل الايه؟ الطرق، بحيث انت تفهم خلاص، عشان ما اضمنش انت هتشتغل في روم زيرو ولا لا. لو في روم زيرو بتشتغل طريقه تعجبك، اما لو دخلت على السيستم موجود هو ستيل موجود، فانت هتضطر تفهم، ولو في حاجه مش لازم تعرفها خلاص. الاثنين موجودين عندك. طيب عندنا مشكله حصلت لنا المره اللي فاتت، ايه؟ ان التوتال كل مره
هيتصفر. وقلنا معنى كده مكانها غلط، مكانها هيتحط قط قبل الاون كليك دي. الاون كليك فين؟ لا مش دي، ده اهي دي. عايز تحطها هنا مفيش مشكله، عايز تحطها فوق مفيش مشكله، المهم قبل الاون كليك اللي جوه الاريد دايلوج اللي هي جوه نيكست مين، عشان مش كل ما يدوس على نيكست سبجكت يصفر التوتال، ده بالعكس نيكست سبجكت بقول له اجمع على اللي جايه مش هيجمعها. المهم قبل الاون كليك بتاع دي بتاع الزرار ده حطيتها هنا اهو مفيش مشكله خلاص. طيب ادي التوتال، طلعنا التوتال عايز اظهره تي اكس تي توتال دوت سيت، ولازم سترينج دوت فاليو ايه بعد كده توتال البرسنتج دبل برسنتج. برسنتج بتساوي في الجامعه الاجمالي على العدد، التوتال على العدد، العدد اللي هو مين؟ ال ان او. برافو. التو عشان كده غيرتها. هو عامل على ان او غلط ليه؟ وقف عليه كده. قال لك لازم يتعرف فاينل. واخده نيت؟ لا ال ان او اهي فاينل. وافق عليه. هو بيقول لك نيد تو بي ديكلير فاينل. تمام؟ طلعنا التوتال اظهر تكست تي برسنتج دوت سيت تكست سترينج دوت فاليو اوف برسنتج. الجريد حروف ولا ارقام؟ يبقى سترينج جريد ايكوال نل. القيم النصيه القيمه الافتراضيه بتاعتها نل، القيم الرقميه القيم الافتراضيه بتاعتها زيرو. الديفولت الديفولت فاليو بتاع اي متغير نص نل، الديفولت فاليو بتاع اي متغير رقمي زيرو خلاص. في ناس ما بترضاش تعملها نار، في ناس تعملها كده. هي برضه دي معناها فاضي، مسافه فاضيه، دي معناها مسافه فاضيه. بس يفضل الجافا عملت نل يبقى اكيد مش عاملاها لله والوطن يعني خلاص، بدل ما يبقى مسافه فاضيه. في فرق بين مسافه فاضيه وفي فرق بين نل على فكره. مسافه فاضيه دي يعني فيها حاجه، مسافه نل امبتي ما دخلش فيها حاجه خالص واصله. يعني ساعات احنا بنسجل داتا على الفيسبوك تلاقي عامل ايه، اعمل مسافه وارفع كومنت بتترفع صح ولا غلط؟ في ناس تعمل كده، اعمل مسافه وارفع كومنت. هي قدامك فاضيه لا، بس هي قدامك في الداتا بيز خد مسافه. اما لو دوست على الزرار ورفعت مش هيرفع نل، فهمت؟ ما عملتش حاجه خالص. في فرق بين نال وامبتي ومسافه، عشان كده دايما يفضل استخدام نال. الجريد هيتجاب عن طريق ايه؟ الاف كونديشن. اف ايه؟ يعني بقول لك يفضل القيم الافتراضيه دايما، اي متغير تدور قيمه افتراضيه، بحيث لو انت استخدمته في مره من المرات وانت ما خدتش بالك يبقى هو واخد قيمه افتراضيه ما يضربش. ايوه بس انا ما عملتش حتى المسافه. ايوه انا فاهم وسكت خلاص. في ناس تقول لك ساعات ايه، ساعات لو انت استخدمت المتغير بتاع لو انت معرف نمبر ده وساعات استخدمته بيقول لك بيجيب لك رابتش فاليو، سوري في الكلمه ايه، حاجات ايه اي ارقام زباله. فعلا دي بتحصل لو استخدمت متغير ما انت مش مديله قيمه افتراضيه، تلاقيه جايب لك اي ارقام وطلع لك رقم غريب كده. ضربت ال ان او في 9 طلع لك رقم غريب. طب ال ان او فاضي؟ قال لك لا هو مش فاضي، ده خد رقم ايه من عند الجهاز اسمها قيمه افتراضيه خلاص. طيب بعد كده ادي الجريد، اقول لو البرسنتج اقل من كام يبقى الجريد فين. طبعا هنا في البرسنتج هنا ممكن تعمل كده علامه ايه في المية. إلس اف البرسنتج اقل من 65 يبقى الجريد باص. LCF يبقى البرسنتج اقل من 75 يبقى الجريد جود. LCF البرسنتج اقل من 85 يبقى الجريد فيري جود. Else يبقى الجريد ايكوال اكسلنت. عايز تطلع الجريد تي اكس تي جريد دوت
set text great is great. وهنا برضو percentage is percentage. وهنا كلمة قبلها يعني total is total. عايز تطلع الماكس. الماكس حروف الأرقام يبقى double max equal zero. الدرجة الأولى اللي دخلت الماكس بزيرو والديجري هي الدرجة الأولى دخلت 90. 90 أكبر من الماكس يبقى مين الماكس؟ 90. دخل 80. 80 أكبر من الماكس؟ لا. زي بس ما زي 60. 95. 95 أكبر من الماكس؟ يبقى 95. يبقى إمتى الماكس هي الديجري؟ لما الديجري أكبر من الماكس. إمتى الماكس تبقى هي تاخد قيمة الديجري؟ لما الديجري تبقى أكبر منها. صح غلط؟ هروح قايل لو الديجري أكبر من الماكس يبقى الماكس هو الديجري. أهو مش احنا عملنا كده؟ إمتى الماكس هي الديجري؟ لما الديجري تبقى أكبر منها. يبقى لو الديجري أكبر من الماكس يبقى الماكس هي الديجري. لما أحمد أكبر من محمد يبقى أحمد الكبير. صح غلط؟ الميني دبل ميني ايكوال زيرو. لو الميني لو الديجري اقل من الميني يبقى مين الميني؟ هو الديجري. تاني لو الديجري بص بقى هنا بقى المشكله بقى ميني ديجري دي كنت تجربها كده في ايدك كده زيرو 50. ال 50 اقل من الصفر؟ لا لسه صفر. 60 اقل من الصفر؟ 90 اقل من الصفر؟ 80 اقل من الصفر؟ يبقى احنا ابتدينا غلط. عمرك ما هتلاقي درجه اقل من الصفر. يبقى طول عمره هيطلع صفر ومش هتلاقي الطالب ولا درجه جايب فيها صفر. جاب لك منين الصفر ده؟ قال لك يبقى قيمه الديفولت فاليو بدايتها غلط. قال لك امال اعمل ايه؟ قال لك وانت بتطلع الميني الديفولت فاليو هي اكبر قيمه يحصل عليها الطالب اللي هي كام؟ 100. ال 50 اكبر اقل من 100؟ يبقى 50. ال 60 اقل من 50؟ لا. ال 90 اقل من 50؟ لا. ال 80 اقل من 50؟ لا. ال 35 اقل من 50؟ يبقى 35. ما ينفعش ابتدي الميني بزيرو. الميني لو ابتديتها بزيرو طول عمر النتيجه هتطلع زيرو. ايه؟ لا اقل من ماكس. الميني اقل هنا اقل من ميني عادي جدا بس هنا القيمه الافتراضيه 100. هي دي النقطه. انا بعمل شيفت بتاع ازاي بالظبط جبت يساوي وعملت اكبر منه دي اقل منه. لا خلاص اجي اطلعها تي اكس تي ماكس دوت سيت تكست. دايما لما تحب تحل اي مسألة حله بلدي الاول. انا بحب اعمل كده. حلوا بلدي الاول على ورقه وقلم شوف النتيجه وبعد كده حلوا لوجيك برمجه. دايما كده سيناريو. كان دايما الدكتور عندنا كده حل سيناريو بلدي بالعاميه كده وبعد كده طبقه برمجه وشوف. خلاص هنا ماكسيمم از الماكس بعد كده تي اكس تي مينيمم دوت سيت تكست مينيمم is المين. خلصت. في ناس بقى تحب ايه؟ تقول لك انت ليه مره معرف ومره عامل عمليه واوت بوت؟ عمليه واوت بوت. طب ما ينفع ما تجيب الاوت بوت كله في حته. في ناس بتحب كده فاهمني؟ الاوت بوت كله كده اهو زي ما انت شايف كده. والتعريفات كلها فوق هنا. واخدين بالكم؟ ايه عشان بس ايه بس بيني وبينك لما بعملها ستيب باي ستيب كده بخلص يعني انهي الجزء كل جزء انهي. بس في ناس بتحب كده تقول لك لا ال ديكلير فاريبل الاول. في هنا بقى الناس حاجه بقى انت عايز تعرف سترينج دي
بالظبط. في ناس تقول لك الديكلير فاريبل الاول بعد كده البروسيسنج بعد كده الاوتبوت، في ناس بتحب كده. واصله اعمل ران، طبعا هيضطر يعمل بيلت. ايه لو كان بعد سطر الاف سطر واحد يبقى في الحاله دي تتحط ما بين الكوارتز. يعني هنا بعد سطر الاف كم سطر بيتنفذ؟ هنا وهنا وهنا. لو كان اكتر من سطر يا احمد كان ايه؟ يبقى اتحط ما بين براكتس. فين دي؟ ماشي. كم بعدها برضو؟ كم حاجة تنفذ؟ حاجة واحدة. لو كان الديجري اكبر من الماكس يبقى الماكس هي الديجري، يبقى ايفنت واحد. لو كان الماكس هي الديجري ومش عارف ايه هي كذا، يبقى حاجتين بيتنفذوا، كان تحطوا ما بين بلوك من براكتس. مفيش مشكلة عادي اوبشنال، بس امتى تكون اجباري؟ لو ما بعد الاف اكتر من سطر هيتنفذ. هي دي الفكرة. اللي هيجيب امتياز هياخد خصم 5 درجات، خصم 1000 جنيه وزياده 20 درجه، يبقى هينفذ كام امر؟ يبقى الاثنين اتحطوا من براكتس. طب لو كانت نفس حاجه واحده حطيتها من براكتس اوكي، ما حطهاش مش مشكله. طبعا هنا هنعمل رن هيضرب. احنا عايزين انت تقوله بقى هو هيضرب عشان في حاجه غلط احنا عندنا في الكود، وغلط منطقي مش غلط برمجي. يعني لو كان غلط ديزاين واحنا عشان بنصمم كان هيقول لك فين اليرور. ايه يا عم رن بس لو احنا نوسع ما تفكر يعني اصبر اما تشوفوا الايرور. طبعا دي لا مش ده اللي انا اقصده. لا لا ده كلام فاضي ده. معنى يعني بدل ما اعمل بطل للعمليه عندي هو بمجرد ان هو يدوس عدد المواد كل حاجه تظهر اصلا يتحرك كده في سيت اون كليك ولا احنا تظهر في التكست فيو برضه. وهنا ما عملش حاجه ليه؟ طب ثانيه معلش سلام مش هي ثلاثه؟ فين الهواي الزد بكام؟ لا 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 ثواني. اه هنا نايس بس ابي ضرب صح نايس. هنا اللي ايه alert dialog al dot create al dot show. دوس كده ضرب انفشنت ستوب. دوس هنا كده بص دوس هنا بص الايرور تعال هنا دوس على دي اندرويد مونيتور. دوس على دي اندرويد مونيتور هيطلع لك الايرور بيقول لك في حاجه اسمها نال بوينت اكسبشن. هتدوس على دي قال لك في ايرور فين؟ في سطر مين؟ السطر ده نال بوينتر. يعني ايه؟ يعني انت كتبت نال يا عم ده انا كتبت درجه والله 50 امال ليه ما قراهاش؟ الايرور في السطر ده. هل الايرور في السطر ده؟ الايرور في كود يتعلق بالسطر ده. الدبل ديجري متعرفه صح؟ اه دبل دوت بارس دبل مش كده بناخدها؟ دي بيقرا منين؟ من التكست دوت جيت ايه؟ بنعملها كده. طب يبقى ادور على تعريف التكست تي اكس التكست بتاع الديجري جوه الانبوت دايلوج ولا جوه الاكتيفيتي؟ التكست بتاع الديجري اللي اوت مش في الاكتيفيتي. طالما جوه اللي اوت ما ينفعش اكتب فايند فيو باي دي، لازم اكتب اللي هي انا كنت مسميها المره فاتت برومبت، المره دي احنا مسمينها ايه؟ فيو دوت فايند فيو باي دي. مش انا ما بحبش احفظ خالص لا اي اسماء عشان كده مرادي
كده لما تحب تقرا قيمه من لاي اوت اللي هي دي، يبقى في الحاله دي اكتب اسم اللاي اوت لاي، لا اللاي جوه، يبقى فيو دوت فايند فايند. شايف الايرور؟ الايرور حاصل مع ان كودك كله صح، بس ايرور لوجيك ما عرفش يقرا، في اخطاء بتظهر زي كده مع ان ما جابش ولا ايرور. وعلى فكره لما عملت ران جاب صح تحت اهو، جاب صح تحت ما فيش ولا ايرور، بس الايرور حصل وانا بعمل تشغيل. ما احنا عايزين نشوف الصوره دي بصراحه، حتى المره اللي فاتت عملت كده. بص داتابيز 80 جاب اللي بعده، جافا 90، سي شارب 45، 215 56%. اكبر درجه لا مش 45 اكبر درجه، ده كانت 90 دي غلط. فين بقى هنا الماكس؟ ليه؟ لا يا باشا ده اللي طالع في الماكس، الايرور طالع في الماكس يا رجاله. الماكس اهو. انت المفروض تعمل الماكس عشان اعمل الماكس يساوي الدجري. ماشي، ما هو ده الصح. لو الدرجه اكبر من الماكس يبقى مين الكبير؟ الدرجه. كل ما بتدوس هنا بيخلي الماكس بكام؟ مش بالدرجه، اخر درجه وصل لها تطلع بالماكس فوق. لا طلعنا التوتال، فاهمني؟ اهي كات، هي والميني على فكره. وهي دي بقى بتخلي الناس تعمل التعريفات فوق، مش كل التعريفات فوق عشان مش يبقى في حاجه تتصفر تاني او تفضل. عشان ما حاجه مفيش حاجه تتصفر. عبد الله طلع كل حاجه ما عدا الميني. الميني ما عادش كده اصلا. ايه؟ لا الميني. الماكس فوق؟ لا. الماكس طلعت صح. لا قصدي في البرمجة، أنت عرفت طلعت الميني فوق. أنا طلعت بس برضه ما طلعتش معايا صح. الماكس طلعتها فوق؟ لا. برضه طلعت صح. بص كده. عايز بقى أدوس على دي. يوديني للأكتيفيتي التانية بالداتا بتاعت مين؟ المواد التلات، أنت فاكر التلات مواد اللي دخلتهم إيه؟ بس كان هما ثلاث مواد ومش فاكرينهم كمان. امال لو 8 مش تفتكرهم؟ هو كده الافضل. الافضل ان انا اطلع كل التعريفات اللي فوق خالص. لا مش كله، مش كله التعريفات اللي فوق خالص، تتعرف متغير عام على مستوى الشاشه كلها. لو عندك اربع زراير واقدر استخدم المتغير ده جوه اربع زراير، ده يتعرف فوق خالص. اما لو متغير خاص بالزرار ده بس، ليه اعرفه فوق؟ لما هتقول طب من غير ده خاص بالزرار ده بس، قال لك بس حصل مشكله في الحته دي، ان انا لما كل ما اضغط بيصفره، كل ما بضغط بيصفره. طب ما انا مش عارف كل حاجه فوق. افتح التفكير شويه بقى، او بص سيبه وممكن يفتح شويه. عشان كده المركز كله اجازه النهارده. صحيح. طب ما انا مش هخسر حاجه يا دكتور لو طلعت فوق. مش هتخسري حاجه، مش هتخسري حاجه. مش هيبقى في خطوه مني. انا عارف مش هتخسري حاجه، بس هو ايه؟ لو حد شاف يقول لك ليه انت معرفه فوق، انت مش فاهمه. كل حاجه حطها فوق وخلاص. الحاجه بتتحط فوق هي اللي بتشتغل على مستوى الشاشه كلها، اما الحاجه بتتحط جوه الزرار هي اللي بتشتغل على مستوى الزرار. زي ما قلت لكم دلوقتي، القلم لما اقول جوه القاعده دي يبقى ما يخرجش بره القاعده دي، لما القلم اخرجه بره هنا مثلا في وسط الهول دي يبقى على مستوى الدور كله، لما اخرجه بره المركز خالص يبقى على مستوى المركز كله. اللي هو بقى عندنا احنا بقى ايه؟ القاعده دي اللي هو الزرار، الهول دي اللي هي الشاشه اللي هو الدور كله، المركز اللي هو المشروع كله. مش هيحصل حاجه، بس انا بقول لك يعني ايه؟ ما احنا قلنا قبل كده الفكره مش فكره كتابه اكواد قد ما انت تكون ايه فاهمها بس مش اكتر. خلاص سيب. عايزين بقى نتعامل مع الليست فيو. قال لك الليست فيو ما بتشيلش غير حاجه اسمها الري ليست، الري ادابتر الاول. الليست فيو ما بتشيلش غير متغير من نوع الري ادابتر. الري ادابتر ما بيشيلش متغير من نوع الري ليست، والاري ليست ما بتشيلش متغير من نوع ليست. يعني كام حاجه عشان توصل ليست فيو؟ ثلاث. اري ادابتر، اري ليست، ليست. الثلاث حاجات دول، الثلاث حاجات دول. طيب قال لك نعملها ازاي بقى واحده واحده؟
اول حاجه ايه الاري ادابتر ولا ريست او ايه فكره الاري كلهم اري 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 الاري ده سيادتك لما كنا بنعرف وقف الفيديو ده بس الاول صحيح.